الحليم في الصحراء يكنفنا السرى، لسنا سوى غيب تعفر بالتراب. انظر إلي رجل وحيد في وسط مذبحة تعذب مقلتين، ويشد أزره للحديد جلدا يسير إلى البعيد ليصير نورا خافقين. رجل وحيد، رجل وحيد يدعى الحسين. وتطوف قافلة السباع والصوت يزرع في الظهور النار والشوك الأليم. وتطوف قافلة السباع والصوت يزرع في الظهور النار والشوك الأليم. فتطل من بين الجروح الحمى أزهار الإباء، والقيد يفلت من مراثنه جناح الكبرياء، ويثور مجد عابس القسمات غبطة في صوت بنت مرتضى الحوراء زينب، ويثور مجد عابس القسمات غبطة في صوت بنت مرتضى الحوراء زينب. نبع الكرامة فهو يسقي الرافدين، باللوعة الشماء يذرفها الراد وزنا على صد شهيد يدعى الحسين. كيف وجدت رائحة الجنة يا مولى أبي ذر الغفاري؟ كيف وجدت رائحة الجنة يا جو؟ والله إنك لطيب الريح، حسن المقام. يجب ألا يركن العدو مدعورات فيشمت بنا. إلى أين يا ابن أخي؟ إلى أبي، إلى أبي عبد الله الحسين، إلى جدي محمد. والله لئن قتلت لفرغت الأرض من نسل جدي رسول الله، فتكون بذلك قد حققت رغبة يزيد في اجتثاث أبناء رسول الله. أسألك الله أن تعود إلى خيمتك. عد يا ابن أخي. أما ترى نفسك
إنك لا تقوى على حمل السيف. أتقاتل هؤلاء وأنت لا حول لك ولا قوة؟ والله لولا مشيئة الله في بقائك حيا لما رحمنا بك ولما رحم الخلق ببقائك. أعينني يا أم كلثوم على نقله إلى خيمته. فليتبعني كل من أراد أن يظفر بالغنائم. نحن أولى من غيرنا بها. سيكفيك ابن زياد أضعاف ما تغنمه من هؤلاء في مقابل رأس الحسين الذي بين يديك. فلطالما أجلس محمد صاحب هذا الرأس في حضنه. حامل رأس الحسين أولى بسرقة أهله. انهبوا أموال الحسين. من الجريح يا سهم؟ إنه ابن أختنا. تفرون بأبناء الحسين وآل بيته بدعوى قرابتهم منكم؟ ليس ابن الحسين، إنه ابن الحسن. ما اسمك؟ الحسن. الحسن ابن الحسن؟ أجل، لقد حمل اسم أبيه. إذا منعتكم صلة الرحم من قتله فارموا به إلى الشمل، يكفيكم أمره. على رسلك يا ابن سعد، أما تشفعنا به ونحن أخواله وقد قاتلنا معك كما لم تقبلة من قبل؟ امضي به إلى الكوفة دون أن يعلم بأمره أحد، وإذا أردتم أن تحرصوا على حياته فاشهدوا على ألا يصل أمره إلى الأمير ابن زياد. ها؟ أين رأس الحسين؟ به من خشي أن يفقد جائزة ابن زياد. ويحك يا شيب، ويحك. أين خول الأصبحي؟ أين هو الآن؟ شأنه شأن الجند، يبحث عما يغنمه. ألا يكفيه ما سيناله من ابن زياد؟ ألا يكفيه؟ جنبوا الأطفال الخيول وألسنة النار. جنبوا الأطفال الخيول وألسنة النار. ابقى من قبلك.
أيها الباكر يا ولدي محمد. محمد محمد يا ابن رسول الله، فإن لك في الكوفة جندا مجندا. شف، خذ رسالتك فقد وصلت إلى الحسين. لك أن تأخذها، هي غنيمة لك.
إنهم يحرقون الخيام، رأى نعينه على الخروج من الخيمة قبل أن يحرقوها. أظنك زينب ابنة علي. من هذا؟ ماذا تريد يا ابن ذي الجوشن؟ أما شفيت غليل حقدك بعد؟ إنه علي بن الحسين، الحسين الذي دعوتموه ثم خذلتموه. ظننت أننا لم نبقي إلا على الأطفال والنساء. هذا ما استبقاه الله حسين. أتريد قتله أيضا؟ لما بقي حيا؟ أظن أنه جبن على القتال. ليس من عادة أحفاد محمد وعلي أن يجبن، إنما الجبناء من خشوا حساب السلطان ونسوا حساب رب الأكوان. ويحكم ويحكم يا أبناء علي، لا تكثر لكم شوكة ولا يفت لكم عضد. لا أبقاني الله إن أبقيته. على رسلك يا شمر، أو بك جرأة لينا والمرضى. دعيني وإلا خدمتك. هيا يفعل، فيعلم المسلمون أن يزيد قد جند الجند وجيش الجيوش للنيل من امرأة ذنبها أنها حفيدة محمد الذي نصب يزيد نفسه خليفة له. هيا يفعل، فمثلك لم يرعو عن قتل سبط رسول الله وريحانته، فكيف به وهو أمام امرأة تمنت الموت قبل أن ترى أخاها مذبوحا بسيوف الشر الخلق. إنا لله وإنا إليه. اصبر، إن الله مع الصابرين. إلي بأقبسة النار. الذي تريد فعله يا شمر؟ أريد أن أحرق بيوت الظالمين وفيها بنات رسول الله، ليكن فيها من يكون، سأبير شأفتهم. أما من بقية مروءة نحاج بها الناس، لماذا سنجيبهم إذا سألونا عن سبب قتلنا للأطفال والنساء وقد قتلنا الكثير من يزيد؟ لماذا سنجيبهم؟ لن يكون هناك من يسأل حتى تجيب يا شبث. أحرق الخيام. محمد في الأرض رفقا به.
اجمعوا الأطفال والنساء في مكان واحد. وماذا عن قتلانا؟ اجمعوهم في ذلك المكان، ولتجمع كل قبيلة قتلاها. أما قتلاهم فذروهم في العراء. ويح هذا الشقي الذي لا يفرق بين الغالب والمغلوب. أريد خول الأصبعي، أريده الآن. أبشر يا حرملة. أبشر بالغلبة أيها الأمير، فقد غلبت ونفذ أمر مولاي يزيد على يد خيرة من ولي على الكوفة، أميري عبيد الله بن زياد. قتل الحسين؟ والله ما أردت أن أسبقك بالنطق بها. أجل، قتل الحسين. قتل الحسين. والله لقد بشرت بخير ما بشر به أمير قيت الجائزة. خذ. أطال الله عمر مولاي يزيد وأمير عبيد الله بن زياد وأبقاهما ذخرا للمسلمين. قتل الحسين. أضحك الله سن الأمير. والآن أيأذن لي أميري بالعودة إلى كربلاء؟ لا، لن تعود إلى كربلاء، بل عليك أن تعود إلى الكوفة وتمنع من بقي فيها من الرجال من حمل السلاح، ومر مناديا ينادي بإعلان النصر، وإني بإثرك إلى الكوفة. هناك بلو رأس الحسين. إياك أن تخبر أحدا بوجوده، ولا تدع أحدا يدخل هذه الغرفة دون إذن مني، هل فهمت؟ أجل يا سيدي. اشرب بعض الماء.
الماء. وعمي الحسين قتل وحشاه ظمآن، لم تمكنوه من شرب قطرة واحدة منه. هل هذا ما أمركم به جده رسول الله؟ أن تمنعوا الماء عنه وعن أبنائه وأهل بيته؟ كم من عمك الحسين، لو نزل في طاعة يزيد لما حصل ما حصل. لو بعث جدي رسول الله ورأى ما ترونه في يزيد من فسق وفجور، هل كان يؤمره على مسلم واحد؟ أرسلتم إلى عم الحسين تبايعونه على الطاعة والإمرة، ثم نكثتم بوعدكم ووثبتم عليه. ليتني قتلت ولم أرى رأسه مرفوعا بيد أخس الناس وأبغضهم إلى الله. ليتني قتلت. طوبى لمن كان خادما أريقا يشكو إلى ذي الجلال بلواه، وما به علة ولا سقم أكثر من حبه لمولاه. إذا اشتكى ذنبه وعصته أجابه الله ثم لباه. إذا ابتلي بالظلام مبتهلا أكرمه الله ثم أدناه. نودي لبيك أنت في كنفي، وكلما قمناه وصوتك تشتاقه ملائكتي، فحسبك السر قد سفرناه. لو هبت الريح من جوانبه خر صريعا لما تغشاه. سلني بلا رغبة ولا رهب ولا حساب، إني أنا الله. هند، أما أنا لهند أن تنسى أمر ابن علي وأهل بيته؟ ألم يأتيك خبر مقتل الحسين بعد؟ ما زلت أنتظر هذا الخبر بفارغ الصبر. حينئذ سأجيز لك البكاء عليه 40 يوما، هدية تصلح الأمور فيما بيننا. أي نوع من الرجال أنت؟ والله لو كانت هند تعني لك شيئا لأمرت جلادك بالكف عن الحسين وأهل بيته. ما أظن أنني قادر على دفع مهر كهذا، حتى وإن كان في سبيل شراء رضا هند التي أحب. اشربي، اشربي فتنسي. لن أتخلى عن عرشي يا هند، لن أتخلى عنه من أجل امرأة أعمتها الشفقة واستبدت بها عاطفة بلهاء. لن أعفو عن عصابة خرجت للإطاحة بعرشي. ما أظن الحسين قد خرج ليطلب عرشا، وإنما خرج لطلب الإصلاح في أمة جده. الإصلاح؟ أولسنا بصلحاء؟ ألم نشهد المساجد وننعم على الخطباء ونلزم الناس بإطاعة أولي الأمر؟ أولسنا كذلك؟ وتعاقب الخمر وتلعب مع القرود وتشيد الحانات وتعمم البغاء
وتقرب بطانة السوء وتقتل خيرة الناس في أمة محمد، ألست كذلك أيضا؟ ليست أمة محمد، ليست أمة محمد، إنها أمة آبائي وأجدادي. إذا لما لا تعلن ذلك؟ فيعلم المسلمون لأجل من ولماذا يقاتلون الحسين وأهل بيته. علمهم بأنك تريد استعادة أمجاد أجدادك، أمجاد الجاهلية العمياء. كفاك تجرؤا يا هند، اغربي عن وجهي. ويح القلوب التي تحول بين العاشق وسيفه. سرجون، سرجون أيها الرومي. أمر مولاي. أما جاء خبر من ابن زياد بعد؟ ليس بعد يا مولاي. انشروا العيون في دمشق كلها، اقتلوا كل من تجدونه ميالا لآل بيت النبي، اقتلوهم حرقا بالنار فتلهم. هيا. أمر مولاي. هيا هيا. لقد قضى له الحريق والعطش. العطش. ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. يا رب إنه بعينك، فاقضي بيننا وبين قومه، أتك حرمة أهل بيت حبيبك محمد، وحرم أطفالهم قطرة ماء حتى قضوا عطشا. على رزقك، لا نريد أن نحملهم على ظهورنا إلى مكة، بل نتابع المسير. هيا. لقد رمت مطلبك يا ابن سعد، وستجزى بملك الري. سعيد ولدي، ويحك يا ابن زياد، ويحك. والله إن قتل ولدي سوف لن يشفي غليلي منك سوى القاتل. أين ولدي؟ أريد ولدي. أين ذهبت بولدي؟ مهلا،
أن أنت يا امرأة؟ أنا امرأة غررت بولدها واستلبت حشاشتك بيدها لترمي به في نار جهنم. لما لم ترسل بإخوتك وبنيك وأهلك فيكون في نار تليق بهم ويليق بها؟ ويحك، هل منكم من يعرف هذه المرأة وولدها؟ إن جهله جندك لن يجهله رب الحساب ورب النار التي ألقيته بها. أريد ولدي، أين ولدي؟ اسمعي يا امرأة، إن كان ولدك قد قتل فسنعوضك بما ييسر عليك عيشك، أما إذا كان لازال على قيد الحياة فسأسفر عليه ما يجعله يعيش بكرامة. كرامة؟ أي كرامة تقتل سيد شباب أهل الجنة؟ والله والله إن مات مات ميتة الجبناء، وإن عاش عاش حياة الأذلاء. والله والله لن يشفي غليلي منك سوى القتل يا عبد السوء. لنعد إلى الكوفة. أراك توريت عن مشاهدة قتلانا يا ابن سعد. ما كنت أظن أننا سنتكبد هذا العدد الهائل من القتلى. عجبا، أما كنت تدري من نقاتل؟ بلى أدري أدري. والله ما رأيت رجلا قط قتل أولاده وأهل بيته وصحبه، أربط جأشا ولا أمض جنانا ولا أجرأ مقدما من الحسين. إنه ابن الأنزع البطين ورب، فأي لوم تخشاه يا ابن سعد والأمير يعلم من كنا نقاتل؟ أخشى لا تسكت القبائل عن قتلها إن لم يجزل لهم ابن زياد العطاء. أو تخشى أن تخرج القبائل طلبا للثأر من ابن زياد؟ لا أخشى أن يطلب الثأر منا نحن. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ثمار، هل جاء خبر من كربلاء يا ابنتي؟ ثمار ثمار، لماذا لا تجيبيني يا ابنتي؟ ثمار ثمار، أنا هنا يا أبي. تبكين تبكين، لما تبكين يا ابنتي؟ قتل الحسين بن علي. اجمعوا جثث القتلى التي تجهلون نسبها وادفنوها في حفرة واحدة، آخرون فستأخذهم قبائلهم. وماذا عن جثث الحسين وأنصاره؟ آتوني برؤوسهم. قولي مرني يا أمير الجند. خذ معك في الجند واحمل رأس الحسين واذهب من فورك إلى النخيلة حيث مولاك ابن زياد، فإذا وجدته قد عاد إلى الكوفة
فسر إليه دون أن تلوي على شيء. لابد أنه يتحرق شوقا لرؤية رأس الحسين بين يديه. أما كان ينبغي أن ندخل الكوفة ورأس الحسين معنا؟ لو أنني أمرت لفعلت. والزياد يريد أن يختلي برأس الحسين دون غيره ليشفي غليلة وليأمن عدم ضياعه، فتضيع منه جائزة مولاك يزيد.